على وقع صوت فيروز بيستمر معرض الكتاب الدولي بدورته 30 وبين عناوين مختلفة تعكس روح كتابة وحميمية حبر أقلام خطت الفكر بين أوراقها وعيونهم ترصد بشغف المضامين المتنوعة للكتب الموجودة. فأنا الآن يسكنني الأمان لا أبيع أرضي بذهب. تستوقفك حالة خاصة، حالة بتقدر تلمسها فقط على أرض معرض الكتاب. فبالوقت يلي سيطرت الحياة بسرعتها وإيقاع تطورها الكبير على تفاصيل كتيرة ومنها طقوس القراءة، تقدر تشوف بهالمكان عائلات حرصت إنها تتواجد مع أطفالها أو ربما الأحفاد لاختيار عناوين مختلفة. أنا بحب الثقافة وبحب الكتاب من زمان وأنا صغيرة، يعني برجع مثل أول وأكثر. أنا الكتب كتير بتعني لي، يعني شد هالفينات وشو ما بدك بتفوتي، بس الكتاب له نكهة خاصة، خاصة يعني من روايات لما تستمتع أنت عم تقرأ رواية غير لما تسحبيها على النت. المعرض ثابت وقوي، مرت أزمات كتير على سوريا ومرت مشاكل وتم المعرض كل سنة يتم عرض كتب، معناتها المعرض له ناس له شعبية له قاعدة ثابتة. الأطفال اليوم من طلاب صف خامس يعني عمرهم 11 سنة، إذا قسم كبير، ونحن كنا في المناطق اللي كان فيها الإرهابيين وشافوا شيء من هذا الإرهاب البشع والقذر، حقيقة أريد يعني الانتقال فيهم إلى جو آخر، جو معرفة، جو قراءة، جو علم، جو الارتقاء بمستوى الوعي. ما أنا بحس رسالتي المفروض أخليهم يتعلموا على ارتياد كل الأماكن اللي فيها ثقافة فيها معرفة، يقرأوا ويشتروا. هلا هو أنا أكتر كان حاط ببالي إنه شيء علمي عن جسم الإنسان عن الحيوانات، بس لفت نظري كمان كثير أشياء تانية. إنه وقت اللي شافت إنه في معرض الكتاب، ماما بدي أروح أشتري كتب، بدي أتفرج على الكتب، شافت هون هي اللي بتحبهم. والله هو إنه كلهم تحت سقف واحد، عرفتي كيف؟ هي شغلة منيحة يعني. هلا إذا بتروحي على يعني بس بقلب البلد ما يعني بدك كتاب معين، بدك دوري وين المكاتب، كل مكتبة بعيدة عن مكتبة كذا كيلومتر، عرفتي كيف؟ بس هون يعني الشغلة المنيحة بغض النظر عن الأسعار، هي الأسعار يعني شوي غالية بس إنه ما بتعذبي حالك، عرفتي كيف؟ بتلاقي اللي بدك إياه تحت سقف واحد. سمعنا إنه في تنزيلات على الكتب 60% لحد 60%، فأجينا وجبنا الأولاد مشان ننقي الكتب للأطفال ولإلنا. بحب إنه هنا ينقوا الكتب بذاتهم، يعني يختاروا الكتب القصص المناسبة لإلهم. والله المعرض فيه يعني كتب شاملة وقصص أطفال، يعني كل شيء لقيناه يعني بالمعرض. القصص والروايات اللي كانت موجودة فيه كانت تشمل من سير ذاتية، من كل الكتب من كل الأنواع. بتمنى بيضل فاتح وبتمنى دائم الازدهار. معرض الكتاب الدولي ضمن مكتبة الأسد الوطنية أصبح حالة إنسانية ما بيعرفها إلا مين تحول المعرض بعيونه إلى طقس سنوي بكل تنوعه وتجدده. وللإخبارية السورية هزار عبود.